اهلا بحضراتكم، وهذا اللايف الجديد من قناه الاموال. هكون في معاكم انا رشا نصر. والى التفاصيل، طرق النصب والاحتيال بقت كتير والناس ما بتتعلمش، وكل فتره بنلاقي ضحايا جدد. الايام الاخيره كشفت عن مستريح جديد في مصر خد من الناس تحويشه عمرهم ونصب عليهم في اكتر من 2 مليار جنيه في اقل من شهرين. يا ترى ايه التفاصيل بتاعه الواقعه وحصلت ازاي؟ ده اللي هنعرفه من خلال اللايف ده. مصطفى البنك شاب عمره 35 سنة ومسجل خطر، وكان محكوم عليه من قبل كده في عدة قضايا، ولكنه قضى عقوبته وخرج من السجن في الفترة الأخيرة. مصطفى من مواليد قرية في أسوان، كان بيشتغل سائق توك توك، وفي نص شهر مارس اللي فات زي ما بيقول الأهالي بدأ يعلن في القرية اللي هو بيسكن فيها 14، وكمان القرية دي بيتبعها 14 نجع آخرين، إنه هيقوم بتشغيل الأموال للي عاوز، واللي هيديله مبلغ مالي هيرجعه له بعد 21 يوم الضعف. بيحكي الأهالي كمان إن الشاب استخدم حيلة جديدة ومختلفة بتناسب وضع الناس في القرية، فما كانش بياخد منهم فلوس كاش، لكن بيشتري منهم مواشيهم وبيطلب منهم تأجيل دفع ثمنها لمدة 21 يوم علشان يحصلوا على الضعف من الأرباح الناتجة من تشغيل أموالهم في الفترة دي. عشان يضمن نجاح خطته، البنك بالفعل التزم برد الأموال مضاعفة لأول مجموعة اديته المواشي بتاعتها، وبعدها اسمه بدأ ينتشر في المحافظة كلها، وفي أقل من شهر أصبح معظم أهالي أسوان بيروحوا له علشان ياخد مواشيهم ويشغلها لهم، وكمان ضمن الفلوس اللي معاه. مع انتشار طبعا الحكاية بدأ الشاب تحديدا في تشغيل مجموعة من أقاربه معاه كمندوبين عنه، وفي كل مندوب ومسؤول عن جمع المواشي والأموال من قرية أو من نجع أو من منطقة، والمندوب ده هو المسؤول أمام أهل المنطقة وبيسألوه عن رد أموالهم بالأرباح المضاعفة بعد مرور فترة 21 يوم على تسليمها. واحد من الأهالي قال إن كل مندوب كان بيحصل على أجر يومي من المستريح الجديد بيصل لأكتر من 5000 جنيه، وده خلى مئات الشباب عاوزين يشتغلوا معاه وطبعا يجيبوا له ضحايا جداد، لدرجة إن في أشخاص قلدوه وظهر في المنطقة أكتر من 12 مستريح تانيين. لكن يوم الاثنين اللي فات حصل تغيير كبير في المشهد بعد مقتل واحد من المستريحين الجدد. ساعتها بدأت الناس تخاف على أموالهم، واللي زودها كمان تأخر مصطفى البنك ده في رد الأموال وأرباحها المستحقيها في الموعد اللي كان متفق عليه، وزادت الفترة عن 21 يوم حتى وصلت ل 45 يوم. بدأ الناس يغضبوا من التأخير، راحوا بيت المستريح اللي فاجئهم برده عليهم وقال اللي شغالين معاه نصبوا عليه هو شخصيا وأخدوا الأرباح، ووعدهم برد أصول المبالغ اللي حصل عليها منهم خلال يومين، فالناس وافقت. بالفعل المتهم صور فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بيظهر فيه مواكب سيارات قال إنها بتنقل الأموال وفي طريقها لمستحقيها، ولكن اتضح بعد كده إنه كان بيمشي وقت علشان يهرب. وعلى بسبب التأخير بقى المستمر في رد الأموال زادت حالة الاحتقان عن الحد، وبدأت الأهالي في التجمهر أمام منزل المستريح، ولكن الشرطة حضرت وسيطرت على الموقف وبدأت في هدم الأحواش اللي كان بيضع فيها المواشي. المتابعين كشفوا خدعة مصطفى البنك بأنه في البداية بيعرض يشتري مواشي مجموعة قليلة من الناس بسعر أعلى من السوق عشان يغريهم، ويبقى حريص على استعراض مظاهر الثراء الفاحش علشان يقدر يخدع مجموعة أكبر من الناس بنفس الطريقة، وبعدين بيبيع المواشي دي أو بيبيع مواشي المجموعة التانية بسعر أقل من السوق للتجار تانيين علشان يحقق مكسب سريع يغطي مستحقات أول مجموعة لأن عددهم طبعا كان أقل، وهكذا بيكرر الموضوع مع مجموعات مختلفة. لكن مع مرور الوقت وفي النهاية مش هيقدر يكرر الموضوع لفترة طويلة، وده بسبب أن مجموعة أعداد بقت كبيرة جدا ومن الصعب تغطية مستحقاتهم من عمليات البيع السريعة. وحتى الآن مفيش أخبار بشأن القبض على الشاب مصطفى البنك المتهم بالاحتيال على أهالي أسوان،
وكمان مازال مصيره مجهول.